برحب بحضراتكم مره تانية، ودلوقتي جه ميعادنا بقى مع الاخبار بتبقى لطيفه وخفيفه اللي بتحصل بره مصر على السوشيال ميديا. خلونا كده نشوف ايه اللي بيحصل. تم تنظيم اول بطوله احترافيه بتتذاع على التلفزيون. البطولة دي بقى اسمها ايه؟ حرب المخدات او البيلو فايت، المعروفة بالبيلو فايت. فعاليات المنافسة دي بتقام في مدينة ميامي في ولاية فلوريدا الامريكية، بتنظمها مجموعة اسمها دوري قتال الوسائد، وشارك في المسابقة 16 راجل و8 ستات، معظمهم بيلعب الملاكمة. وكمان المسابقة بتخضع لقواعد صارمة بتحكم منافسات اللعبة. ايه التهريج ده؟ احنا بنلعب اللعبة دي بس مش بنلعبها قبل كده مع اخواتي كده في البيت. احنا عندنا الاطفال في مصر كلها بتلعب يعني واحنا بنلعبها مع الاطفال، يعني انا متاكده ان اي اطفال العيله عندنا بمسك المخده بصراحه وبلعب معاهم اللعبه دي، افضل اراضي فيهم شويه. طيب طبعا كلنا عارفين الباور بانك، وده يعني من الاجهزه المهمه بالنسبه لنا كلنا، وبتخلينا طبعا نشحن تليفوناتنا اول لما يكون ما فيش كهرباء او انت موجود بره البيت. علشان كده في مواطن من شارع اسيا ابتكر اضخم باور بانك موجود على الارض، بيشحن 500 تليفون في وقت واحد وسعته 27 مليون ملي امبير. استهلاك للطاقه شويه. فكره ثمنه كام ده؟ اكيد غالي جدا. طيب نروح دلوقتي لخبر تاني، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور بيقوم فيه بغبغان بسرقه كاميرا من احد السياح في نيوزيلندا. وزي ما حضراتكم شايفين البغبغان بيقرب من الكاميرا اللي حطها احد السياح عشان يصور البغبغان لحد ما خطفها وطار بيها. البغبغانات ما بيهزروش برضه. لذيذ قوي، بصي الفيو حلو قوي. دلوقتي مشاهدينا هنسيب حضراتكم ونروح لفاصل ونرجع من بعده نكمل فقراتنا، خليكم دايما مستنيين.